بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت، وتفرد بالعظمة والجبروت، الذي لا يحول ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي لا يتغير ولا يموت، وخلق الأشياء كلها حتى بيت العنكبوت، ورسم للبحر حدا وأبدع فيه شكل الحوت، وأنزل قرآنا فكان في صدور المؤمنين منحوت، وذكر صفة نبينا بالتوراة والإنجيل المنعوت. محمد رسول الله، أحلى من الزبرجد والياقوت. نحمده تعالى ولا نعبد إلا إياه، ونشكره عز وجل، ونشهد أن لا إله إلا الله، ولا رب غيره، ولا راد لما أراده، الله قضاه، ونسأله توفيقه وإمداده وإرشاده، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المنيب الأواه، الذي تباشرت الملائكة بقدومه ورؤياه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي شرحت له صدره، ورفعت له ذكره، وأعليت له قدره، وذكرت محبته، وعظمت رفعته، وعلى آله وذريته وأهل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، هم من أصحاب الشفاعة، وسلم ربنا تسليما كثيرا. يقول الله في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن في هاتين الآيتين الترغيب بقليل الخير وكثيره، والتحذير من قليل الشر وكثيره. فحري بنا ونحن في شهر شعبان الذي فيه ليلة مباركة أن نقبل إلى الخيرات والطاعات. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة، وأكثر ما يبلغ المرء تلك الليلة أن يقوم ليلها ويصوم نهارها ويتقي الله فيها. فقد روى البخاري عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. فالدنيا سائرة إلى الانقطاع، إلى الزوال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا كالشمس إذا تدلت نحو الغروب، معناه ما مضى أكثر مما بقي. فكونوا من أبناء الآخرة، فالآخرة خير وأبقى. فكونوا من أبناء الآخرة واتقوا ربكم، فقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ويقول ربنا تبارك وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فاصبر أخي المسلم على طاعة الله، واصبر على اجتناب ما حرم الله، وأنفق في سبيل الله، في سبيل نشر الدعوة إلى الله، واستغفر ربك، وكما قال تعالى:
ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. ومرادهم أن الموت آت قريب، فعليك أن تتزود لآخرتك من هذه الدنيا بجد زائد. وفي ذلك جاء قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنسى نصيبك لآخرتك من دنياك. فمن تزود لآخرته من هذه الدنيا فهو المتزود، ومن فاته التزود للآخرة من هذه الدنيا فقد فاته التزود. ويستحب في ليلة النصف من شعبان قراءة القرآن، ولكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستحب قراءة سورة ياسين خاصة. وينبغي أن لا يعتقد أنها هي الليلة التي يقول الله فيها فيها يفرق كل أمر حكيم، وإن كان شاع عند بعض العوام أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، فهذا غير صحيح. والصواب أن هذه الليلة هي ليلة القدر. ومعنى فيها يفرق كل أمر حكيم أن الله يطلع ملائكته في هذه الليلة، ليلة القدر، على تفاصيل ما يحدث في هذه السنة إلى مثلها من العام القابل من موت وحياة وولادة وأرزاق ونحو ذلك. ومشيئة الله لا تتغير. لذلك مما ينبغي الانتباه منه دعاء اعتاد بعض الناس على ترداده في ليلة النصف من شعبان، يقولون فيه اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي. فهذا لم يثبت، ولا يجوز الاعتقاد أن الله يغير مشيئته. فمن اعتقد أن الله يغير مشيئته بدعوة داع فقد فسدت عقيدته، فإن مشيئة الله أزلية أبدية لا يطرأ عليها تغير ولا تحول كسائر صفاته، علمه وقدرته وتقديره وغيرها. فلا تتغير مشيئة الله بدعوة داع أو صدقة متصدق أو نذر ناذر. أما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فمعناه أن الله تعالى يمحو ما يشاء من القرآن ويرفع حكمه وينسخه ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه، وليس المراد به أن الله يغير مشيئته لدعوة أو صدقة أو نذر أو غير ذلك. وصدق من قال سبحان الذي يغير ولا يتغير. فلو كان الله يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث إن الرسول قال سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وفي رواية قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ومن أراد الدعاء لابد له من العلم، من أراد الذكر لابد له من العلم، من أراد الصلاة واجبة كانت أو نافلة لابد من العلم، من أراد الصيام لابد له من العلم. فعليكم بعلم الدين، فعلم الدين هو حياة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان
وهو راض عنا، وأن يعيننا على الصيام والقيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.